انتقدت عائلات تسكن الأحياء المستعادة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل غياب دور الحكومتين المركزية والمحلية وعدم الاهتمام بهم من خلال عدم توفير الخدمات الأساسية. المواطنون طالبوا الحكومة المحلية بالإسراع في حل مشاكلهم وبتوفير المياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية الأخرى المتمثلة بالماء والكهرباء والخدمات البلدية، إضافة إلى توفير المواد الغذائية اللازمة والمشتقات النفطية. احتياجاتنا اهم شيء الماء الصالح للشرب، لان اكثر المنطقه تعاني من قله الماء، والعوائل بصوره عامه دا ترجع كانت قبل، لان المنطقه كانت منطقه موبوءه بداعش وتاذوا كثير يعني بالمنطقه هاي. فحاليا نطلب من الحكومه المحليه انه تنظر الينا، لان احنا بصراحه منطقه منكوبه. بالبدايه نطلب الكهرباء والماء، ونطلب هاي الأضرار اللي تشوفها أنت هسه شلون صاير البيوت مالتنا، ونريد توفير الخدمات للمنطقة. والله الأضرار البيوت كلها تفلشت، يعني بيوتنا وسياراتنا هسه هاي المنطقة مالتنا، كهرباء الماء، هاي صار لنا تقريب 10 أيام نشرب ماي بير.